كريم، لنتحدث عن فيلم الأمير عبد القادر. هذه الشخصية التي أراد الكثير أن يجسدها على شكل فيلم سينمائي، لكن التماطل والتهاون عرقل من تجسيد هذا الفيلم ما جعله في طي النسيان. يقول طارق معنا: عشاق الأفلام الثورية ومقاومة أبطال الجزائر للمستعمر الغاشم كانوا في ترقب دائم لانطلاق تصوير فيلم المقاومة الأمير عبد القادر، والذي كان من المرتقب أن يشرف على إخراجه الراحل المبدع بن عمر بختي، لكن المفاجأة كانت بتوقف المشروع وغض النظر عليه بصفة نهائية. فيلم الأمير عبد القادر متوقف حاليا، والفيلم واجهته بعض الصعوبات أثناء تنفيذه، ربما لم يتم التحضير له بشكل جيد، ملف له قيد الدراسة للبحث عن صيغ أخرى كيف يمكن إعادة إطلاقه بمنهجية جديدة وبرؤية أخرى. تعددت الأسباب في عدم البدء في تصوير فيلم الأمير عبد القادر، لكن النتيجة واحدة وهي لا لإنتاجه، ما يجعل العديد من التساؤلات تطرح عن الأسباب الحقيقية. لا، الفيلم مثل ما تكلمنا سابقا وتكلم معالي الوزير منذ أيام موقف، يعني لأسباب كثيرة، ونتمنى لأنه الأمر يتعلق بمؤسسة الدولة الجزائرية، ويستحق إن شاء الله أنه هذا الملف يدرس بعمق من جديد. السينما الجزائرية اليوم بحاجة إلى جدية وإرادة سياسية من طرف الوزارة الوصية لوضع خريطة الطريق من أجل أرشفة التاريخ الجزائري ونقله للآخر عن طريق الوسيلة الأسهل لفهمه وهي السينما، بعيدا عن كل الاعتبارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع. في عام 1966 رجعت الجثة نتاعو للجزائر، قبرين الرجل واحد.